Ok, ça va faire un coup. واضحة دكتور، واضحة دكتور. سنجي نحكي احنا هنا أنا راح طبعا راح اعطيكم بشكل عام السيليباس مال الكورس الاول والكورس الثاني حتى يكون عندي تصور انه هاي السنه احنا بالكورس الاول يعني راح يكمل يعني الكورس الاول والثاني هنا واحد له علاقه بالثاني يعني ما اقدر اني افصلهن انه بالنهايه هي هاي النتيجه اللي راح نوصل لها يعني هذا يكمل هذا اكو عندنا هنا بالسيليباس يعني اسم الكورس او رمزه هو 3371 و 3372 ال 71 هذا ما يخص الكورس الاول وال 72 هو ما يخص الكورس الثاني هسه نجي هنا شنو الغرض من هذا الكورس اللي انت بتاخذه هنا اول شيء نجي نحكي راح نعرف شنو الشغلات اللي موجوده بالفوتوغرامتري ونكون يعني شنو الشغلات الادوات المعادلات الطريقه او الطرق اللي تستخدم بالمسح طبعا الفوتوغرامتري اكيد ذاك الاسبوع حكاكم ما معناه شنو فوتوغرامتري دكتور عباس يعني ككلمه يعني شرحها لو ما شرحها دكتور هو أخذ لنا موضوع يعني عام، يعني شرحه بشكل عام الموضوع يعني احنا وخلص. اذا بدنا نحكي على فوتوغرامتري فهي ككلمه يعني صارت مفهوم بالنسبه لكم يعني أي نعم. اوكي زين وراح ندخل المواضيع اللي راح نناقشها بهاي السنه اللي هي طبعا هاي المواضيع الرئيسيه هاي العناوين الرئيسيه اللي راح نناقشها بالكورس الاول والكورس الثاني التعاريف والتطبيقات وين راح نستخدمها مبادئ مال العدسات يعني شنو اللي بيها كمعادلات شنو اللي بيها تشوهات او انحرافات والفيلم الكاميرات القديمه شلون كان الفيلم يشتغل وشلون ينتج لانه اكو لحد هسه هي موجوده هاي الكاميرات وتستخدم لاغراض المسح التصويري ونجي نوب ندخل اللي هو هذا هسه اللي هو الدارج اللي هو موجود عندنا اللي هو الديجيتال كاميرا نجي نشوفها وشلون تشتغل وشلون تاخذ الصوره وشلون تختلف عن الصوره اللي تنتج بالفيلم بعدين نجي ناخذ في الموضوع اللي هو الفيرتيكال فوتوغرافي الفيرتيكال فوتوغرافي يعني شنو هو يعني بمعنى يعني معناه الكاميرا راح تكون اتجاه العدسة مالتها تكون باتجاه الأسفل يعني دكتور العفو نعم اكو طلاب مدى يسمعون صوتك هسه يكتبون على الجروب يعني مدى يطلع عندهم الصوت ولا الصورة ويطلبون يطلعون نفس الرابط مدى يصير عندهم بس دقيقة وين ده يكتبون هم بالكلاس لا يمنع تذكر على الجروب مالنا مال تليجرام بالتليجرام بس دقيقة يمك يعني يمك انت مو يم هنا أنا. والله بصراحة ما أعرف أنا يعني كل شيء سويته حسب القوانين يعني فما أعرف يعني هو المشكلة يمي أو يمهم يعني هسه أنت إذا تسمعني أنت اي نعم زين الرابط منين جابوه؟ من الكلاس ماشي أوكي هسه أنا وين المسح التصويري راح أنزل هنا همينة بالتليجرام نزلته بالتليجرام همينة
نفس الرابط. هسه بس شوفوني نفس المشكلة. اختار ياما المشكلة بالبرنامج. هسه بدهم يدخلون مو؟ اوكي؟ انت يدخلون بس هو يعني ولد هو انت المشكلة يمه. هسه يشوف شلون هو عالج ان شاء الله. اوكي. يعني مو يعني هي هاي مو اول محاضرة اكيد، يعني انتوا اخذتوا عدة اي محاضرات. دكتور هو كل المحاضرات يقول يعني بس هالمحاضرة ما اعرف شو. اي شيء كتب لك حاجة. اوكي يعني صار واضح. حس اوكي. هسه نرجع وين ما وصلنا. وصلنا الى الفيرتيكال فوتوغرافي. الفيرتيكال فوتوغرافي مثل ما قلنا العدسة مال التصوير راح تكون وين؟ تكون باتجاه الاسفل، يعني الصور تصير الصورة فيرتيكال، يعني ما يعني على على الاكثر انه تكون محموله وين؟ مش يعني محموله بطائره، واتجاه العدسه مالتها راح تكون نحو الاسفل، فتصور بذاك الاتجاه. هذا هم راح نركز عليها ونشوف شلون نقدر ناخذ من عندها فت قياسات محدده وشلون نستفاد من عندها. اللي وراها اللي هو الامج كوردينيت ميجرمنت اند ريدكشن. هنا راح نجي شلون احنا لازم هم نشوف احنا دائما بالمساحه اكو فد عندنا شغلات اساسيه. من الشغلات الاساسيه اللي اسويها بالمساحه لازم اكو عندي فد قياس. احنا اكو قياس انا راح اسويه بحيث راح اجي مثلا اذا انا دا اشتغل بالمساحه اللي اخذناها بصف ثاني كنا مثلا احتاج الى احداثيات، فش اسوي؟ اروح اقيس مسافه واروح اقيس زاويه، بعدين هذني بالاخير اني راح اجي احولهن واسويهن احداثيات. فدائما شو يواجهني؟ يواجهني شلون راح اجي اني اقيس؟ دائما اكون عندي قياس راح يكون عندي بالمساحه. هنا هم نفس الحاله، هنا بس القياس مالتي شنو اني راح يكون؟ القياس اللي راح يكون عندي هو قياس احداثيات الصوره. ونشوفها شلون راح نجي، اكو فد عمليات اللي هي عمليه تحويل ترانسفورميشن بين نظام الى نظام ثاني. هذا هم راح نجي نحكي به بصورة واضحة. وشون إذا كانت هاي الأنظمة يعني الصورة اللي راح نقيس عليها إذا كانت صورة عادية من يعني من الصور القديمة اللي هي الورق شلون نقدر ناخذ من عندها قياسات، وإذا كانت هاي أكو إذا كانت الكاميرا ديجيتال همينة راح نعرف شلون راح نيجي نقيس بها ونعرف نظام الإحداثيات. إذا إن شاء الله بالكورس الأول راح نوصل إلى هاي المرحلة، يعني راح ناخذ هنا لأن الأربع فقرات الأولى راح ناخذها، وإن شاء الله هو هذا اللي راح يمثل لي الكورس الأول مالتنا، إن هذني الأربع فقرات. راح يجي وراها الكورس الثاني اللي راح يعتمد على الشغلات اللي حكيناها بالكورس الأول، اللي هي الماثماتيكال اند جيومتريكال برنسبل. يعني راح نجي نشوف الصور والشكل الهندسي مالتها شلون راح تكون، وشنو هي العلاقات الرياضيه اللي راح تربط هذه الاشكال الهندسيه، ونقدر من خلالها نجي ناخذ قياسات ونطلع النتائج اللي احنا نريدها. وراها الثيوري اند بروسيجر اوف، يعني نظريه اللي احنا نسميها ثيوري اوف اورينتيشن، نظريه التدوير. يعني شلون راح تقدر انت تحسب او تفر الصوره بالاتجاه وتقدر تطلع من عندها عناصر التدوير ومن عندها
النقاط المجهولة. وهنا الوراها اللي هي فوتوغرامتريك جيوريفرنسينج. يعني شنو جيوريفرنسينج؟ يعني راح أخليها مو مثل مثلا كنا بالصف الثاني، ومرات مثلا من نجي نحسب إحداثيات نجي ننطي من عندنا مثلا نقول هاي 500 ب 500، أو نعطيها مثلا ألف بألف، ونقطة المجهولة تكون بهذا تنحسب على هذا الأساس. يعني إذا كانت النقطة المعلومة إحداثياتها مثلا 500 ب 500، يعطى إليك مثلا مسافة واتجاه، ومن خلال هذا المسافة والاتجاه راح تروح تطلع إحداثيات نقطة ثانية. هاي النقطة الثانية المن علاقة لها علاقة بهاي 500 500 اللي فرضتها أنت. يعني هنا لا، هنا شو يسمونه؟ يسمونه جيو ريفرنسنج. يعني أخذتوها أكيد أخذتوه بالخرائط اليو تي ام، أخذتوا يو تي ام بالخرائط العام السابق. نعم دكتور، أخذناه. يعني نعرفه، يعني شنو هو، نعم دكتور. نعم نعرف شنو يعني ما معناه نظام إحداثيات، ونعرف هذا شنو معناه. يعني ما معناه راح اجي اربط الصور مالتي، راح اجي اربطها بالنظام الحقيقي اللي هو اليو تي ام، مو فد شيء افتراضي راح افرضه من يمي، وانما راح اجي افرضها بنظام حقيقي اللي هو كمثال راح نجي نحكي عليه بعدين، اللي هو الجيو ريفرنسينج، اللي هو مثلا شلون اربطها واخليها تطلع احداثيات باتجاه اليو تي ام. وراها مال جي اي اس دكتور، نعم مال جي اي اس. يعني ما معناه، نعم يعني ما معناه القياسات مالتي او النتائج اللي راح اسويها راح كلها انزلها وين بالاخير؟ راح كلها انزلها بالجي اي اس. يعني هذا هو النتيجه النهائيه اللي راح نوصل لها. يعني هو هذا خلينا نقول اخر شيء نقدر نوصل له. بس انا ما لي علاقه، يعني ما راح احكي لا من قريب ولا من بعيد بالجي اي اس، ما لي علاقه بايش موضوع، انما اني راح وكانما شلون واحدة من المصادر اللي تنطي بيها داتا للجي اي اس، انا راح اكون واحد من هذه المصادر بهاي المادة مالتنا. الوراها الديجيتال ايمج ماتشنج. الديجيتال ايمج ماتشنج يعني شنو معناه؟ انه نانا ما نقدر احنا من خلال صورة واحدة احنا نقدر نطلع القياسات مالتنا. فدائما انا ايش عندي؟ عندي على الاقل انا عندي صورتين على الاقل. يعني انا من اجي احكي بالمسح التصويري او بالفوتوغرامتري لازم على الاقل انا عندي صورتين، حتى من خلالها انا اقدر اطلع هاي القياسات. زين، هاي القياسات شوف هنا ايش نقول؟ نقول ديجيتال ايمج. يعني احنا قبل كانت هاي القياسات، وهسه نشوفها ان شاء الله بالعملي. تجي انت من تجي تربط الصورتين تجي بايدك باوع وبالنظر مالتك وتسوي ماتشنج بين هاي الصوره وهاي الصوره. يعني شنو ماتشنج؟ اكو واحد بيكم شايف مثلا فيلم 3 دي؟ اكو واحد شايف شيء طاب سينما او فد شيء هاي السينمات اللي يقول لك 4 دي ما ادري 6 دي ما ادري نعم استاذ. ايدك هاي شنو هذه؟ هاي اكو صورتين. يعني انت لما تجي تواو عليها هي اكو صورتين. يعني هو دا يستخدمون نفس المبدا اللي هسه بدنا نحكي بيه احنا، دا يستخدم صورتين. فانت تواو عليها كل صوره ينزل كها على بروجيكتر قدامك، كل صوره لها لون يختلف عن الثاني. يعني هاي ببساطه خلينا نقولها اكو صوره مثلا حمراء واكو صوره خضراء. فانت تلبس هاي النظاره امين ايش تسوي بها فلتر، واحدة من عندهن لونها أخضر واللوخ لونها أحمر. الفلتر اللي أم الأخضر راح تشوف بس الصورة الخضراء، والأحمر راح يشوف بس الصورة الحمراء. عينك إيش راح يشوف؟ راح تشوف صورتين مختلفة. يعني هاي من هنا تشوف صورة، وهاي من هنا تشوف صورة ثانية مختلفة عنها. دماغك راح إيش يسوي؟ راح يربط هذني الصورتين فيرتشوالي. يعني راح يعطيك كانه شلون هو خداع، يعني خداع للدماغ والبصر، وراح يعطيك شنو؟ راح يعطيك الصوره الثري. احنا هذا نفس الحكي هسه اللي بدنا نحكي عليه، بس احنا شنو اللي راح يصير؟ راح يصير هاي الحاله راح تصير ديجيتال. يعني اكو ارقام راح نحكي بها. فانت شو راح يجي الديجيتال ماتشنج؟ هاي المعالم اللي موجوده بهاي الصوره يسوي ماتشنج ويا ذيك الصوره، بحيث بالاخير راح يطلع لك الموديل مالتك مال 3 دي. وين يطلع؟ يطلع بالحاسب مالتك.
هذا طبعا هذا هو موضوع شوية بيه هواية شغل، بس احنا اللي راح نركز عليه شغلات بسيطة نركز بيه، انه المعادلات مالته البسيطة شلون بدها تشتغل وشلون بده يسوي سيرش. يعني انت لانه هو اكو اكيد يعني اكو فد معالم متشابهة بين الصورتين، يعني لازم اكو بيناتهم تداخل، يعني هاي الصورة بها جزء من هذه الصورة، راح يبدي يدور بهاي منطقة التداخل على المعالم المتشابهة ويركز عليها ويسوي ماتشنج هاي وياها. بالأخير آخر شيء راح نوصل عليه اللي هو الديجيتال أورثو فوتو جينيريشن. الديجيتال أورثو فوتو، سامعين هيك المصطلح أورثو فوتو؟ أخذته بالخراط، يعني ما أخذته بالخراط، ما حكوا بالأورثو فوتو. لا سار. أوكي. هسه الصورة من تجي انت تشوف تباو عليها، مثلا صورة عمودية، يعني انت طائرة ذا تطير والكاميرا موجهة للأسفل، اكو عندك شي يصير دائما اذا اكو مثلا في بنايات عالية او في شي، انت شو تشوف؟ تشوف القمة مالتها، تشوف القمه مالتها مال البنايه وتشوف القعر مالتها، وصحيح حتى الجوانب تقدر تشوفها اذا الطائره شنو طارت فوق هذا، مو طارت يعني صار بالسنتر الصوره وانما صار على صفحه، يعني انت ايش راح تشوف؟ ما راح تشوفها 100% تشوفها فيرتيكال مثل مثل ما تريدها يعني. فانت الاورثو فوتو يعني مو معناه انا شلون انا اقوم هذه الشكل مالتي مال الخارطه واخليها العفو الصوره واخلي هاي الصوره تشبه الخارطه. بس نيجي ناخذها شويه شويه شويه، الموضوع يعني مو سهل، بس احنا راح نجي انه وكانما احنا هيك راح نقول انه شلون اني راح اجي احول الصوره واخليها تشبه الخارطه، هذا اللي نريد نوصل له. يعني هذا مثل ما قلنا من ماثيماتيكال اند جيومتريكال برنسبلز الى الديجيتال اورثو جنريشن، هذا راح يخص الكورس الثاني. الكورس الثاني اكثر رياضيات، الكورس الاول كل تقريبا اكثر، بس هذا يمكن الامج كوردينيت ميجرمنت والفيرتيكال فوتوغراف بها معادلات، اما البقيه فاكثرها هي شرح، يعني تصير ماده شرحيه. بس بالكورس الثاني لا، راح نركز كل رياضيات، يعني كل الرياضيات، ما بي اي شيء عرف او ما ادري شنو، بس بالجزء او بالكورس الاول راح يكون عندنا هيك شيء. هذه هنا انا همينة راح اعرضها قدامكم المصادر اللي تقدر تستفاد من عندها، مصادر اللي تقدر تستفاد من عندها. طبعا هذه يعني همينة انا كاتب لكم اوبشنال، يعني هذه انت تقدر ترجع لها تشوفها، بس الشيء اللي راح انطيك يعني راح يكون هو كلش كافي عليه، فحتى لا تتشتت انا حاط لك هنا اوبشنال، يعني هذن الشغلات اللي انا دا انطيك اياهن ان راح يكون كلش كافيات بالنسبه لك. يعني اللي راح يصير هو شنو؟ انه راح انزل لك يعني محاضرات، راح انطيك assignment، وراح انطيك كم من اسوي لك exams، أذني إذا قدرت أنت تعبرهم وتقراهم وتفهمهم فأنت بالمحصلة النهائية أنت الموضوع كله راح يكون مفهوم بالنسبة لك. أما إذا تريد تستزيد يعني أو تريد تضيف لنفسك فتقدر ترجع إلى أذن المصادر وتقدر تطلع منها، ولو أشك أنه واحد بكم راح يروح يقلبهم، يعني مو لو لا مو صحيح، إذا قرأنا محاضرتنا خير وسلامة. بس نجي هنا أنا. راح نجي نحكي همينه الشابترات اللي راح ناخذها، هي تقريبا نفس الحكي اللي حكيناه سابقا الكورس، وراح اجي احكي هذا ما يخص الكورس الاول، الشابتر الاول اللي هو راح يكون مقدمه، ايش بيها هاي المقدمه؟ بيها تعاريف وبيها المبادئ وبيها التطبيقات مع المسح التصويري، يعني راح نعرف بالضبط هو شنو المسح التصويري. الوراها اللي هو شنو البيسك مال اوبتكس، يعني راح نجي الاوبتكس شنو اللي بيها،
يعني الشكل الهندسي مالتها، معادلة الأوبتكس، التشوهات اللي دا تصير بيها، هذه كلها راح نحكيها وين؟ راح نحكيها بالفصل الثاني اللي هو الأوبتكس. الشابتر 3 راح نجي نحكي شلون راح نجي الأفلام القديمة اللي هي الكوتيد، اللي هي هاي إذا أكو أحد شايفة بيكم يصير على شكل فيلم شريط. فهذا أكو عندنا نوعيتين، أكو أبيض وأسود وأكو ملون. وراح نجي وراها، ورا ما نفتهم هاي العملية شلون دا تصير، راح نجي هي طبعا هاي الحكي هي والكاميرا، الكاميرا هم القديمة شلون دا تشتغل. وراها راح نجي ندخل الديجيتال كاميرا شلون دا تشتغل، وشلون دا تاخذ الصور، طريقة التصوير مالتها اللي هي هنا تسمى الفريم واللاين كاميرا. الفريم هي طبعا راح تطلع تشبه، نشوف هسه من باو عليها، واللي هي اكثر احنا اكثر نتعامل وياها الفريم كاميرا، اللي هي نفسها اللي تشتغل بنفس شغل الكاميرات القديمة، اللي هي نفسها اللي موجودة بالموبايل او اللي تستخدم للتصوير، اللي تسمى الفريم كاميرا، اللي هي انت مجرد ما تضغط على زر هو راح يعطيك صورة كاملة، وهذه هي الصورة الكاملة اللي هي تمثل لك الناتج النهائي. الشابتر الرابع اللي هو راح نجي نحكي الفيرتيكال فوتوغرافي. هنا أنا أهم راح نجي نحكي بهاي الفيرتيكال فوتوغرافي، راح نشوف المقياس شلون راح يتغير، يعني المقياس اللي موجود بالصورة نشوفه في كل مكان يكون متغير، وشلون نقدر نقيس إحداثيات صورة، ومن إحداثيات الصورة راح نقدر نقيس الجراوند كوردينيت، يعني نطلع جراوند كوردينيت من خلال إحداثيات الصورة. وطبعا هذا الحكي هم كله على هاي هنا هسه بهاي الحالة بالفيرتيكال فوتوغرافي، راح نجي نحكي فقط ب على صورة واحدة، نحكي على صورة واحدة. وراها راح نجي نحكي على الريليف ديسبليسمنت، هسه هم نجي ناخذها نشوف انه نجي نحكي الريليف ديسبليسمنت، انه الريليف ديسبليسمنت اذا يصير ازاحه عن ناتج عن التضاريس نتيجه العدسه اللي موجوده بالكاميرات، ونشوفها كل ما تبتعد عن السنتر مال الكاميرا تبدي هذه الريليف ديسبليسمنت تبدي تزداد. هسه ناخذها بالتفصيل، يعني الكورس الثاني هذه العفو هاي الشابتر 5 هم راح ناخذه بالشابتر الخامس، راح ناخذه بالكورس الاول الايمج كوردينيت ميجرمنت، ميجرمنت اند نيسيسري ريدكشن اوف ايمج كوردينيت. هذا هنا أنا طبعا هذا كل شيء له علاقة بالقياس، وكل شيء له علاقة ب كل شيء له علاقة ب أنظمة التحويل بين الأحداثيات، نظام 2D كونفورمر وال2D أفين كلها موجودة، وراح نقدر نسوي تحويل بين أنظمة الأحداثيات المختلفة. الفصل السادس، هذا الفصل السادس من عنده وجوه، هذه راح نجي ندخل بالكورس الثاني الماثماتيكال موديل، الروتيشن ماتريكس يعني هذن مصفوفات التدوير، معادلة الكولينياريتي، شلون نقدر نسوي الكونسبت مال الابريفيشن، يعني شلون احنا نقول المشتقة مالتها سنشوفها بالضبط شلون تصير. البروجكتيف ترانسفورميشن هذه ما راح ناخذها، هاي الفقره مال البروجكتيف ما موجوده، هاي راح نشيلها. نجي وراها تشابتر 7 ثيوري اوف اورينتيشن، اللي هي اكو عندنا انتيريور اورينتيشن واكو ريليتيف اورينتيشن واكو ابسوليوت اورينتيشن، راح ناخذها كل وحده من عندهن وكل وحده شو تسوي وش تختلف عن الثانيه. الثمانيه الفوتوغرامتريك باندل ادجستمنت، هذا طبعا هنا انا راح نجي اكو عندني يا اما سيكوينشال
او عندي اللي راح يكون simultaneous. فهنا انا البوردر ادجستمنت، احنا هناك كنا نحكي بالفيرتيكال فوتوغراف، قلنا نحكي على صوره واحده، هذا احنا انا راح نجي نحكي على بلوك من الصور اللي هو شنو، هو يكون عده صفوف وتكون مجموعه كبيره من الصور ايش قد ما تريد تكون، يعني مو شرط اثنين، يجوز حتى مئات او الاف الصور كلها شلون نتعامل بيها وشلون نقدر ان نشتغل بيها ونطلع من عندها نتيجه واحده، لانه هذا هو هذا اللي خلينا نقول الجزء الاساسي هو هذا. هنا تشابتر 8 راح يكون عندنا شويه دسم ويعني بمعادلات وبشغل كل شيء. هنا أنا راح نجي الفوتوغرامتريك جيو ريفرنسنج اللي هو الفصل التاسع. هنا أنا مثل ما قلنا شلون راح اخليه يقرا احداثيات حقيقيه مو افتراضيه، الاحداثيات الحقيقيه اللي بدنا نحكي عليها اللي هي مثل ما قلنا يو تي ام او اي نظام احداثيات ثاني، هذه منين راح نجيبها؟ راح نقول هنا انا اشوف هسه احنا نسميها انتجريتد سنتر اورينتيشن اند دايركت جيو ريفرنسنج. اللي هي شنو؟ بس انت بالموبايل اكو شنو عندك دائما تلقى اكو عندك جي بي اس، واكو بعض الاجهزه ايش تقبل انه يخلي جزء من عنده من الاحداثيات اكو تنزل بالصوره مالتك، اكو هيك شيء. طبعا اكو هيك امكانيات في بعض الاجهزه، هذا شيء يسمى، هذا يسمى دايركت جيو ريفرنسنج، يعني مباشره انت خليته يقرا احداثيات حقيقيه. فدايركت جيو ريفرنسنج هذا شيء ينطيني اكس واي زد، والسنسر اورينتيشن اللي هو اكو اجهزه همينه موجوده مثلا يعني قريب عليكم موجوده بالموبايل، همين اللي هو الاكسلوميتر والجيروسكوب موجوده، هاي تنطيني الاورينتيشن. فاكو 3 دايمنشن اكس واي زد، هاي اللي نقصد بها الجيو ريفرنسنج، اللي منين ناخذها من الجي بي اس، والبقيه اللي هي الحركات الدورانيه حول الاكس والواي والزد، هاي شو يسمونها اورينتيشن. همين ناخذها من الجيروسكوب او ايا كان الجهاز اللي موجود عندنا. هسه نجي نحكي بها من نوصلها نحكي بها بالتفصيل. نجي هنا الفصل العاشر ديجيتال امج ماتشنج، اللي هو راح نركز همينا مثل ما قلنا الاوفرلابينج بين الايمج وشنو هي العلاقات اللي موجوده بيناتهم، وشو راح نجي احنا نسوي ماتشنج بين صوره وصوره الثانيه. الفصل الدعش اللي هو الديجيتال اورثو فوتو جنريشن، هو هذا اللي راح نوصل الى بالنهايه، انه انا شلون راح اقدر احول الصوره مالتي الى صوره تشبه الخارطه، صوره تشبه الخارطه، هو هذا الفصل الدعش راح نوصل لهاي المرحله. زين هسه هنا بالتفصيل هسه راح نجي نحكيها الانترودكشن اللي هو تشابتر 1، الديفينيشن اند اوبجكتيفز، الابلكيشن recognizes الاستطلاع، reduction of topographics map، dim generation، DEM. اكو احد يعرف شنو الدم DEM؟ مر عليكم؟ لا استاذ ما مر. digital elevation model، اكو احد بكم شايف خارطة طبوغرافية؟ يعني هاي الخرائط اللي تطلع مثلا، يطلع مثلا احنا هنا بالعراق تطلع المنطقة الجبلية تطلع لونها جوزي، مثلا المنطقة السهلة خضراء بها ارتفاعات، يعني هذا اللي يريد نوصل له. يعني الدم هذا شنو؟ هذا هو التمثيل الرقمي لهذا الشيء، يعني انت تباوع عليها تشوفها بالخارطة على الورق تلقاها هيك بهالالوان هاي، بس بالحاسبة ما تتعامل بهالشكل هذا. فشلون راح تتخزن؟ راح تنخزن على شكل نقاط، هاي النقاط لها اكس واي وزد، الزد مالتها شيء مثل الارتفاعات اللي هو هذا اللي هو يسمونه ديجيتال اليفيشن موديل.
اللي هو هم شلون راح نقدر احنا نسوي له جنريشن. واحده من الشغلات اللي احنا نشتغلها بالفوتوغرامتري اللي هو الجنريشن للديجيتال انيفيشن موديل. الكلوز رينج فوتوغرامتري، شنو كلوز رينج فوتوغرامتري؟ الكلوز رينج فوتوغرامتري يعني هذا المسح التصوير القريب. انه نجي اكو هواي شغلات تجي مثلا باستخدامات، مثلا خلينا نقول استخدامات الطبيه، مثلا يقيس مثلا الابعاد، مثلا اذا طبيب الاسنان ياخذ في الصور اشعه او في شيء، فيقدر من خلال هاي الصور يقدر يقيس مثلا اكو في التشوهات بالاسنان او في شيء، او يريد مثلا يسوي تقويم للاسنان. فيجي شو يسوي؟ ياخذ هاي الصور ومن خلالها ياخذ في القياسات، يعرف انه العمليه هي شلون راح تكون بالنسبه له. هاي هنا شنو هذا؟ هذا سوى هو بالنسبه له، هو صح. وشوف التطبيق ما له علاقه بينا بالهندسه المدنيه، بس شلون اشتغل؟ اجى اشتغل كتطبيق استخدم معادلات المسح التصوير. بس شلون استخدمها؟ استخدمها من خلال هنا عندنا الكلوز رينج فوتوغرامتري. هذا هنا اما حتى مثلا واحد يصور في البنايه، هذه اغراض توثيق الاثار او التراث، هذه كلها هذه شلون شنو المجال اللي تستخدم؟ راح تستخدم بمجال الكلوز رينج فوتوغرامتري. هنا انا اشوف الكاميرات وشوف الصور شلون تنتج. يعني هذه هسه نجي عليها، هاي الاريال كاميرا، هاي كاميرا لاغراض تصوير. هذه الصوره شوفوا شلون تطلع عندي، وهذا هو اللي بدنا نحكي عليه الديجيتال اليفيشن موديل، يطلع عندي بهذا الشكل. زين نجي ناخذها بالتفصيل، هاي كل وحده من عندهن شو تسوي وشلون تنتج وشلون بدت يعني بالشغل. الاوبتكس راح نجي شلون، اول شيء راح نجي ناخذ الكاميرا وشنو هي الشغلات اللي بيها والعناصر مالتها، وناخذ الانعكاس والانكسار. هاي ماخذيه اعتقد احنا قبل، يعني احنا ماكو في شيء راح نشوف في شيء جديد. ونجي العدسات وشلون دا تشتغل وشنو هي التعاليف مالتها. اللينز اكويجن، معادله العدسه راح ناخذها. وهنا انا اكو عندي تشوهات وانحرافات، هذه راح نجي نحكي ابيريشن هي الانحرافات، والديستورشنز ونشوف شنو الفرق اللي بيناتهم، يعني هذه ايش تختلف عن. ونجي نحكي هم شنو الفرق عن الديفراكشن والريسولفنج بار اوف اوبتيكال سيستمز، اللي هي شلون يعني هذا احنا اللي يهمنا انه اكو بالنهايه اكو تجيني صوره، هاي الصوره شلون اني اقدر اطلع وافرزن من عندها المعالم اللي موجوده، اللي هي الديبث اوف فوكس اند ديبث اوف فيلد وموشن بلور، اللي هي اذا كان اكو عندي لان انت ندري من تسوي زومينج للكاميرا انت ايش راح تغير؟ راح تغير الديبث مال الفوكسنج وشقد البعد مال التارجت عنك. يعني هذه كلها هذه هسه نجي ناخذها. واحنا طبعا في اكثر الاحيان احنا من نشتغل هنا بمسح التصوير الكاميرا ما تكون ثابته، وناش بيها تكون الكاميرا يا اما محموله على سياره او طياره فتكون متحركه. هذه الحركه شبيها راح تجي تاثر عندنا، فنشوف شلون نقدر هاي الحركه نقدر نلغيها. هنا انا اشوف الكاميرا هي واجزائها، ما راح ناخذها هيك بالتفصيل ممل، بس راح نجي قدر الامكان نفتهم انه بداخل الكاميرا شكو وشلون بدها تشتغل والعدسه شلون بدها تشتغل بالضبط. نجي هنا للشابتر الثالث، الفيلم ديفلوبمنت اند ديجيتال كاميرا. الفوتوغرافيك فيلم كومبوننت يعني من شنو ده يتكون الفيلم، يعني هذا فيلم التصوير شلون من شنو ده يتكون، واحنا شنو الجزء اللي دير نركز عليه، والعمليه مال البروسيسنج للبلاك بلاك اند وايت يعني للافلام الابيض والاسود، شلون نقدر يعني شلون تصير الصوره على الفيلم، شلون تجي الاشعه وشلون تتفاعل، وشلون بالنهايه اللي ينطيني نتيجه صوره. اللي راح نجي هم نركز عليها النيجاتيف فيلم شنو هي،
والانفيرس فيلم اللي هي همينة شنو هذا اللي بالاخير راح يطلع لي الناتج النهائي، ونظرية الالوان نجي عليها، شنو هاي الالوان اللي موجودة من تخلطها الالوان شنو الناتج النهائي راح يطلع لي، وشنو هي الانواع الاساسية مال الالوان. طبعا الالوان انا بدي احكي عليها مو الصبغة، انا بدي احكي عليها الوان الضوء، يعني اكو اختلاف، يعني انت من ترسم بيدك او عندك مثلا طابعة بيها الوان تختلف ما انت تجي بالضوء، نشوف الناتج مالتها همين هسه نجي نشوفها شنو هو وشلون تشتغل. وهمنا راح نجي الافلام شلون حكينا على الابيض واسود، شلون ده يصير بالافلام الملونه وشلون ده يطلع الفيلم، وبالنهايه شلون ده تطلع الصوره. الديجيتال كاميرا همنا راح نجي نحكي بيها، الفريم كاميرا اللي هي هاي اللي احنا نتعامل وياها دائما، والوراها اللي هي اللاين كاميرا، اللي هي اللاين كاميرا اللي هي احترافيه، هذا اللي تستخدم بانتاج صور لاغراض انتاج الخرائط. هسه هم نجي ناخذها ونشوفها شلون تشتغل. يعني الفكره مالتها هي مو صعبه، تكون فكرتها بسيطه، بس نشوف هسه بعدين في وقتها نشوف الفريم كاميرا واللاين كاميرا شلون تشتغل. بس هنا أنا هذا الجزء هذا اللي هذا نحكي عليه. شوف هناك قبل شويه كنا نحكي على العدسه، هسه راح نجي نحكي بالكاميرا بهذا الجزء اللي هو شلون دا يصير الفيلم وشلون دا شلون دا ينخاض وشلون دا توصل للنتيجة النهائية. هنا أنا هذه النيجاتيف، أكو أحد بيكون شايف أفلام قديمة فيلم النيجاتيف مال الفيلم مو الصورة الأبيض والأسود، لا النيجاتيف مالتها اللي يطلع هيك شيء بلاستيك شفاف تطلع مثل هاي الصورة، أكو أحد شايفها؟ شايفين هيك شيء؟ اي نعم دكتور شايفين. شايفيها هذه؟ يعني اكيد يعني اكو ببيتكم او في شيء هذا اكو احد شايفه، اذا ما هذا حتى احاول احصلها يعني حتى نقدر نشوفها. يعني النيجاتيف فيلم، نيجاتيف فيلم هذه وهذه هي البوزيتيف. النيجاتيف هي اللي مثلا خلينا نقول اللي هي النسخه الاصليه اللي احنا هيك نقول النسخه الاصليه. دكتور هاي الكاميرات مال قبل مو الفيلم نعم يصير نعم بيها هذه نيجاتيف. الفيلم هو هذا الفيلم ورا التحميض يطلع عندي نيجاتيف فيلم من هذا اللي هو الشكل مالته. البوزيتيف فريم اللي هو هذا اللي يطلع لي شنو الصوره اللي هي هاي الصور اللي تسحب على ورق اللي هي الصور القديمه هذه همينه هي بهذا الشكل هذا البوزيتيف فريم. الفريم كاميرا، شوف الفريم كاميرا هذه هنا شلون تنخال كابتشر وحده، يعني مثل شلون اللي بالموبايل انه انت تجي بس تضغط زر مش راح تطلع لك، راح تطلع لك صوره كامله. بس نشوف هذه يقول هذا شلون البقيه شلون تنخال، اكو غير حاله. يعني شوف هسه انا بكابتشر وحده اخذت قدرت اخذ صوره كامله. هنا انا اللاين باوع اللاين تختلف، اللاين شو تصير؟ تصير خط واحد، تصير خط واحد بحيث تاخذ خط بصف خط بصف خط بصف خط بالاخير تكمل لي الايمج مالتي. يعني هذا الخط بس هي بالمحصله شوف هنا انا ما اسوي كابتشر اسوي مثل هاي اللي شفناها سوي كابتشر تنطينيها كامله، وانما شنو تسوي لي خط واحد بعدين خط بصفه بعدين بخط بعدين هذني تجمعهم وتكمل لي تكمل لي الصوره كامله. هسه نجيها يعني شوي شوي ونشوف شنو ليش ايش بدي نسوي، يعني شنو الفائده مال هذا الموضوع، يعني ليش الشغل هذا زياده، يعني ليش انا ما اسوي كابتشر واحد. هسه ناخذها ونشوف شوف الفرق. يعني هنا أنا تاخذ صف بعدين صف اول صف ثاني صف ثالث صف ثالث اول لحد ما تكمل يجوز تطلع يعني الاف الرو بحيث بالاخير تنتج لي مشهد واحد او تعطيني صوره واحده. الشابتر الرابع اللي راح نناقش به اللي هو الفيرتيكال فوتوغرافي. الفيرتيكال فوتوغرافي التصوير العمودي اللي هو راح نجي اول شيء نجي نحكي الايمج شنو هو فرق الخارطة عن الصورة؟ شنو هو الخصائص اللي دا تختلف بيناتهن؟ وهم راح نجي نحكي على تعاريف وخصائص الصور العمودية الفيرتيكال فوتوغرافي.
والسكيل شلون ده يتغير بالصور العامودية، والعلاقات العلاقات الرياضية بين الإحداثيات مال الصورة والإحداثيات مال الأرض. إحنا دائما إحنا هاي اللي ندور وراها، يعني نقيس على الصورة ونطلع إحداثيات الأرض. هاي دائما هاي هو هذا الشيء اللي إحنا نسويه، يعني نقيس، لأنه إحنا وين نقيس؟ نقيس على الصورة، ما عندنا غير مكان نقيس، نقيس على الصورة، واللي نريده شو نسوي؟ نطلع إحداثيات الأرض. الوراها ريليف ديسبليسمنت، ريليف ديسبليسمنت اللي هو الإزاحة الناتجة عن التضاريس. سهمين نجي ناخذها. هنا أنا الفيرتيكال فوتوغرافي، شوف هسه هنا أنا ما معناه نشوف أنه الكاميرا التوجه مالتها تكون فيرتيكال نحو الأسفل، أما إذا كان بها ميلان فمن تجي تباو عليها ايش راح تشوف؟ راح تشوف الواجهة همين مال البناية. يعني شوف هسه هنا أنا ما مبين شيء من الواجهة من هاي الجهة أو من هاي الجهة. هنا أنا لا، هنا أنا جدي يبين، يبين الواجهة مالتها اللي هي ايش راح تسمى؟ راح تسمى أوبليك فوتوغرافي. الفيرتيكال فوتوغرافس ما تظهر بها الجوانب، الاوبليك فوتوغراف تظهر بها الجوانب، واللي هي هذه نفس الحاله اللي هي من تجي تحكي انت على اضاءه الازاحه الناتجه عن التضاريس. يعني هذا هسه هذا المعلم هذا لو هذا كان ما بي ارتفاع كان شفنا، كان شفناه ويا الارض، بس لانه بي ارتفاع فهو شنو راح يصير بازاحه هذا الموقع عن القعر، يعني القمه عن القعر. المفروض هي بهذا المكان بهالشكل هذا، القمة والقعر تكون بنفس المكان، بس هنا أنا شنو أكو اختلاف راح يكون عندي إذا كان عندي الصورة ما تكون فيرتيكال. هم نجي هنا نشوف العلاقات، هم نجي نأخذها بالتفصيل هذه اللي هي الجراوند كوردينيت اللي هي هاي مال الأرض إحداثيات. طبعا هاي الصورة هاي هنا اللي بدنا نحكي عليها، هاي الصورة هي مالتنا، وهنا هذه هي المنطقة اللي تتغطيها. فهنا إذا نشوف مثلا هنا أي سمول فهنا أي كابيتال، هنا بي سمول هنا بي كابيتال، أكو عند ارتفاع طيران منا إلى هنا، أكو ارتفاع طيران منا إلى هنا اللي هو منا إلى هنا، هذه فوكال لينث البعد البؤري مال الكاميرا، هذه هنا اللي إذا نحكي عليها اللي هي البرسبكتيف سنتر اللي هي هنا باو عليها اللي هي النيجاتيف، نيجاتيف اللي هي شنية اللي هي الصورة اللي موجودة بي الكاميرا، الصورة اللي موجودة بالكاميرا أول ما تصير اللي هي الفيلم النيجاتيف هذه هنا أنا. واللي أشتغل عليها اللي هي شنية اللي هي البوزيتيف اللي هي هذه، هذه هي البوزيتيف اللي راح نشتغل عليها. نظام الإحداثية بالصورة هذا راح يكون عندي باتجاه الإكس وهذا باتجاه الواي وهذا هنا باتجاه الإكس بالنسبة للجراوند وهذا باتجاه الواي. يعني راح يكون عندي نظامين، نظام خاص بالأرض ونظام خاص بالصورة. هنا أنا الشابتر الخامس اللي هو الامج كوردينيت ميجرمنت، راح نجي شلون الأنظمة إذا كانت موجودة عندي صور قديمة يعني موجودة وأقدر أخذ عليها قياسات، وبطريقة تحليلية همين شلون راح أقدر أني طريقة تحليلية، وإذا كانت موجودة ديجيتال كاميرات ديجيتال، لأن أكو اختلاف بيناتهم، يعني أكو اختلاف بطريقة القياس إذا كانت الصورة قديمة أو إذا كانت ديجيتال. والصورة القديمة همينة أكيد يعني من تسحبها سكانر راح تقدر تسويها ديجيتال، فهمينة شلون العملية تكون وشلون عملية القياس. الأجهزة اللي راح تستخدم هي يا أما اللي يسمونها كومباريتر يا أما مونو أو ستيريو كومباريتر. إحنا اللي راح نحكي به طبعا إحنا ما عندنا هذا الجهاز، بس إحنا راح نجي ناخذ إحداثيات جاهزة ونشوف العملية التحويل بياناتهم شلون تصير، يعني بين الإحداثيات الكومباراتر المقيوسة بالجهاز راح نأخذها جاهزة مقيوسة، وشلون نسوي عملية ترانسفورميشن اللي هي بالخطوة وراها عملية التحويل الإحداثيات من أنظمة الكومباراتر إلى أنظمة نظام الصورة. وهنا همين أكو طبعا أكو شو يسمونه تنظيم، تنظيف ريدكشن وريفاينمنت، يعني كانما شلون نقول تنظيف الصوره من الشوائب، يعني اللي هي اما عندي انا تشوهات يا اما اكو لها علاقه بالظروف الجويه او بالايرث كيرفيتشر.
هذا نظام الإحداثيات وين موجود؟ هذا اللي موجود بالصورة، واحد باتجاه الإكس، هذا راح يكون باتجاه الإكس دائما، وهذا اتجاه الواي. يعني من هنا ايش راح يجي؟ راح يجي الواي السالب، العفو الإكس السالب من هنا، ومن هنا راح يجي الإكس العفو الواي السالب. هنا انا هاي شنو هاي؟ هاي الصفر صفر، من هنا إكس موجب، من هنا واي موجب، من هنا إكس سالب، من هنا واي سالب. هذه هنا دائما بالسنتر مال الصورة هو الصفر صفر. لو نباوع هنا نشوف اكو هنا اكو علامة هاي بهذا المكان، وهنا اكو علامة، واكو علامة هنا، واكو علامة هنا، واكو بالاركان همينة هذه، وهنا هاي مغطي عليها، هذه ما من بين هنا بالنسبة لنا، هاي شوف هنا واضحة، وهنا هاي همينة واضحة عندي. هذا شنو يسمونها؟ علامات إطار الصورة. هسه هم ناخذها بالتفصيل ونشوفها ان شاء الله بالعملي شلون احنا نوصل بيناتهم، بحيث بالنهايه نقدر نحصل على هذا السنتر اللي هو الاكس، راح يمثل لي الاكس والواي مال الصوره، بحيث اي شيء تقيسه تجي تقيس هاي الاحداثيات على شنو راح تقيسها؟ لازم تقيسها هاي، تقول هاي احداثياتها هي اكس كذا وواي كذا، احداثياتها منين؟ من سنتر الصوره اللي جبناه منين؟ من تقاطع هذن العلامات اللي هي الفيديش والمارك. الماثماتيكال موديل هذه مثل ما قلنا راح ناخذها بالشابتر، العفو بالكورس الثاني، اللي هي انه شلون اني شنو العلاقات الرياضيه بحيث اني اقدر من صوره 2 دايمنشن، من صوره 2 دايمنشن اني اقدر احصل 3 دايمنشن، من صوره 2 دايمنشن اني اقدر احولها واحصل الى احداثيات 3 دايمنشن. هذا هو خلينا نقول، وهذه طبعا شلون احصل من عندها من 2 دايمنشن احصل 3 دايمنشن، يعني شلون احنا نقول رياضيا، يعني مو بالنظر، لا رياضيا شلون انا احصل الاكس والواي والزد، لانه هو هذا اللي يهمني بالنهايه. هذا هنا أنا اللي راح نوصل له، اصل هاي البروجكتيف ترانسفورميشن هاي ما راح ناخذها، راح ناخذ الكولينياريتي، روتيشن ماتريكس بال2 دي وال3 دي، البروجكشن الترناتيف، هذه كلها راح ناخذها ان شاء الله في الكورس الثاني. هذه هنا نشوف شلون العمليه بتصير مال التصوير. هاي جتي طايره من نانا، صورت هاي الصورة، بعدين هاي الصورة، بعدين جت بهاي الشكل، صورت هذه وصورت هاي، بعدين الشكل، يعني الطائرة تروح وترجع لحد ما تغطي المنطقة مالتها. أكو بيناتهم مباوع، أكو تشابه، هذه مثلا هذا الجزء هو موجود بهذه، لازم أكو تداخل بين الصور. هسه من نجي على هذا الجزء همينة ويا هذا الجزء همينة أكو تشابه تداخل، وهذا الجزء همين اكو تداخل ويا هذا المباوع، هذا مثلا الجزء موجود هنا وهذا الجزء هو موجود، فنشوف هذني مثلا اربع صور اكو بيناتهم تداخل، هذه همين مباوع على هذا الجزء هو موجود هنا، ونفس الحاله بالنسبه لهذا الجزء هو موجود هنا. شوف لازم اكو تداخل بين المناطق او مناطق الصور حتى تقدر تستفاد من عندها، ولا هسه نشوفها انه اذا ما كنت تداخل فانت هذني الصور اذا ما بيهن تداخل بي بياناتهم، فانت تقدر كل شيء ما تقدر تستفاد من عندهن وما تقدر تنتج من عندهن الشيء الاكس والواي والزد. هذه هنا هاي ببساطه شوف العمليه شلون تصير. بدنا نحكي على نقطه واحده، شوفها وين موجوده؟ موجوده بست صور، وهاي احداثياتها هذه راح تكون شنو؟ معلومه العفو مجهوله الاكس والواي والزد، راح تقدر تطلع من عندها احداثياتها الاكس والواي والزد بالاستعانه بشنو؟ لازم اكو عندك نقاط معلومة الاحداثيات، نقاط معلومة الاحداثيات، هذني ايش راح توجد من عندهن؟ توجد هذني النقاط اللي فوق، هذني اللي هي الاكسبوجر ستيشن محطة الالتقاط، ومن عندها محطة الالتقاط راح نطلع من عندها الاكس والواي والزيت للنقاط الارضية. هنا النظريات التدوير، راح نجي هنا ناخذ الانتيريور اورينتيشن، هي عناصر التدوير الداخل اللي هي بداخل الكاميرا شنو موجود، والاكستيريور اورينتيشن اللي هي لها علاقه ب
بهذا الشكل هذا اللي شفناه، يعني هذن النقاط X و Y و Z مع كل واحدة من عندهم والروتيشن مالتها، هذا اللي يسمى exterior orientation والابسوليوت اورينتيشن، انه شلون اربط هذا الشكل مالتي بالواقع اللي هو شلون انطي احداثيات اذا كان مفهوم بالنسبه لكم اليو تي ام، فشلون اني احول احداثيات واحولها الى يو تي. والاريال ترينجوليشن شلون ده يصير، والبلوك مال الستريب وشنو فرقه عن البلوك، وشلون شلون ده يشتغل بالاورينتيشن مالتي. إن أنا هاي الأجهزة القديمة كانوا في يجيبون صورتين، صورة أولى يخلوها هنا وصورة ثانية هنا، وهذا طبعا مصدر ضوء منا فتتباع شنطيك يعطيك هذا الشكل الثلاثي، وكأنما شكل ثلاثي يعطيك فيرتشوال شلون إحنا من ندخل السينما يعطينا هيك شيء يعني، ومن خلاله شو تسوي، تيجي تسوي تريسينج بهذا الشكل، يسوون تريسينج يمشون ويحددون الخطوط الكنتورية ويرسمون لك من عندها خارطة كنتورية بالاعتماد على الصورتين اللي يخلوها بهذا الجهاز. هنا أنا راح نجي نحكي بالفصل الثامن بندل بلوك ادجستمنت، راح نجي نحكي شلون المعادلات اللي راح نستخدمها اللي هي راح تعتمد على الكولينياريتي، وبعدين شلون الشكل مال المصفوفات اللي راح نشتغل بيها، شلون نقدر نسويها، شلون نسوي لها كونستراكت، وشلون شنو هي المجاهيل اللي راح نحددها، واهنا انا شنو هي الشغلات اللي نسميها سبيشال كيسز اللي هي الحالات الخاصه، اذا كان موجود عندي سنجل فوتو يعني صوره واحده شلون اسوي لها اوجد العناصر التدوير مالتها، والانترسكشن انه شلون انا راح اوجد احداثيات الارض، والريليتيف، وبالاخير الستيريو بير اورينتيشن اذا كان عندي صورتين. صورتين يعني هنا نفسهن اثنيناتهن ادورهن في نفس اللحظه. هذه هنا نشوف اكو عندي صوره وموجود بها احداثيات. فهنا انا اكو هواي حالات راح مثلا تجين، يعني مثلا هنا انا نجي نحكي على تو كاميرا 4 عمج و16 بوينت، وهذا هنا يعني اللي راح يكون عندي لازم كلها تظهر هنا اكو منطقه تداخل بيناتهم حتى تقدر بالنهايه تقدر تستفاد وتنتج الشيء او الاحداثيات اللي انت او الموديل اللي تريد تنتجه بالنهايه. المعادلة المصفوفات اللي حكينا عليها راح تكون طبعا راح نسويها راح تطلع عندنا بهذا الشكل، هسه نجي نحكيها بعدين بالتفصيل هذه هي شنو هذه المصفوفه مالتي وشلون تشتغل، هسه نجي نحكيها بالتفصيل كل واحده من عندهن هذا شنو هذا يقصد، المربعات السوداء هاي الصغيره او الكبيره او هذه وهذا منطقه البياض ايش تعني، هاي كلها هسه نجي نحكيها بالتفصيل في حين. الجيوروفرنسينج اللي هي عناصر التدوير الخارجي حكينا بها سابقا، راح نجي نستخدم شلون راح نجي نوظف الجي بي اس حتى نوجد بالاكس واي زد، وشلون نوجد عناصر التدوير الدورانيه، يعني راح نوجد الاكس والواي والزد ونوجد عناصر التدوير الدورانيه الاوميجا والفاي والكاب. هذه هنا هاي الطائره ده تطير هو هذا اللي نريده، شلون أنا مباشرة بدون ما أروح أنا باتجاه البندل أنا أوجد هاي الإحداثيات الـ X والـ Y والـ Z والروتيشنات مالتها، وعلى أساسها نقدر نحدد هذا النظام مالتنا ويا النظام الأرضي. يعني هذا هنا مباشرة الطائرة راح تجي بهالشكل هذا، فمباشرة إحداثياتها راح تكون هنا X Y Z XYZ XYZ هي دا تمشي ودا تاخذ الصور مباشرة، ونتيجة وجود يا أما أكو إحداثيات معلومة لنقاط الضبط الأرض تظهر بالصور، أو أني مباشرة موجود عندي Direct Georeferencing، هذه يسمونها Indirect. Direct Georeferencing أكو عندي GPS. Indirect شوف هنا أنا موجود عندي إحداثيات والنقاط معلومة الإحداثيات، هاي اللي مؤشرة باللون الأحمر اللي يسموها Ground Control Point، يعني معلومة الـ X والـ Y والـ Z تظهر بالصور، فنوجد من عندها إحداثيات
الطائرة هاي من في لحظة الالتقاط، اللي هي شو راح يجي يأشرونها هاي الإحداثيات، يا أما تؤشر قبل ما يبدون بعملية التصوير، راح يجون يأشرون باللي بمكان أماكن محددة بحيث تظهر. فهنا ايش راح يسمونها؟ راح يسمونها مثلا هاي سيجنالايزد تارجت، يعني اللي هي مميزه انت تسويها موجوده وتظهر بالصوره مالتك، انت تجي ترسمها او تخلي لك فد ورقه او اي كان. هنا أنا لا هنا أنا شنو مثلا هنا أنا بالنسبه الى اكو مين هول، فاجى اخذ نصب الجهاز الجي بي اس واطلع الاحداثيات مالته، هذا شو يسمونه ناتشونال تارجت، يعني فد معالم هي تظهر بالصور بس انت ما مصممها بحيث لهذا العمل. يعني مثل هذا المين هول هذا ما له علاقه انت صورت او ما صورت، هو موجود في مكان فتقدر تستخدمه مباشره، تسوي له اندايركت جيو ريفرنسنج ومباشره تاخذ القياسات مالته يظهر بالصور، تقدر تستخدمه ككنترول بوينت. الدايركت جيو ريفرنسنج هذا هو اللي حكينا عليه. شوف ما عندي يعني احداثيات ground control point، وانما راح تستخدم الطائره شنو؟ راح تستخدم المتحسسات اللي بيها، اللي هي اذا كانت مثلا في جي بي اس راح يطلع لك اكس واي زد، وعندي شنو؟ الجايروسكوب هم انا بداخلها ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني من خلاله ينطيني الحركات الدوراني، فمباشره اقدر راح اطلع احداثيات هاي النقاط مال الطائره مباشره بدون الرجوع الى احداثيات الجراوند. واللي هو هسه في الوقت الحالي اكثر الشغل يكون بهذا الاتجاه. اللي هو هاي هسه نشوفها اكو علاقه بين الجايروسكوب والجهاز الثاني اللي هو جي بي اس، هذا الجي بي اس انتنا، فينطي مباشره ينطي الاحداثيات في للكاميرا الاكس والواي والزد مالتها. هذا هنا انا اشوف الاجهزه وال كاميرات شلون تكون بالطائره، وهنا بداخل الطائره شلون تكون، هذا يعني يحتاج الى حاسوب اي ان اس اللي هو المقصود بجهاز اللي ينطي الروتيشن، وجي بي اس ريسيفر موجود داخل الطائره، واكو هنا خارج الطائره مخلي لنا الانتنا جي بي اس انتنا اللي هو راح يكون خارج الطائره، والكاميرا نشوفها هنا ونازله اكيد من جوا تظهر من الاسفل العدسة مالتها. واكو محطات أرضية موجودة، شو راح ترسل؟ راح ترسل التصحيحات، هاي طبعا هاي بالأرض، ترسل التصحيحات وين؟ ترسل التصحيحات مباشرة للطائرة، والطائرة هي راح تسوي دايركت جيو ريفرنسينج اكس واي وزد، تاخذها من مين؟ تاخذها من الجي بي اس، والحركات الدورانية راح تاخذها من هذا الجهاز اللي هو هنا مسمى اي ان اس، سنجي ناخذها بالتفصيل. من هو اللي يدير هاي العملية؟ راح تديرها البي سي، اكو حاسبه هي اللي راح تدير هذا الموضوع كامله. هنا ذيك شفناها بالطائره، هنا اكو هم نقدر احنا على سيارات على روبوت نفس العمليه، اكو ديجيتال كاميرا واكو جي بي اس انتن هنا، وهذا اللي هو الاي ان اس اللي هو اللي احنا نحشي نسميه جيروسكوب، راح ينطيني مباشرة ينطيني الحركات الدورانية، وهنا أنا راح أقدر أحصل مباشرة الإحداثيات الـ X والـ Y والـ Z. هذا هنا وين محمول؟ محمول على سيارة. هنا نشوف هاي منظومة همينة نفس الحكي اللي نحكي به سابقا، منظومة كاملة همينة تنطي الإحداثيات دايركت جو ريفرنس. الديجيتال إيمج ماتشنج اللي هي شلون راح نجي مثل ما قلنا احنا، اذا كان عندي صورتين انت راح تجي بيدك تسويهن، هنا شلون راح نجي؟ راح نجي لا نحكي بديجيتال، راح نجي مباشره اوتو ماتشنج، يعني راح تجي تدور على فد معالم نسوي نشوف البرامج شلون راح تجي تسوي سيرش على المعالم المتشابهه بين الصورتين، ومن خلالها راح يسوي ماتشنج. واللي هو هذا هنا اكو فد طريقتين، اللي هو شيء يسمى اللي يسمى كروس كورليشن واللي سكوير ماتشنج. ايمج ماتشنج شوف هنا دا يدور على نفس المعلم، يعني بهذه الصوره وبهذه الصوره حتى شيء يسوي يربط بيناتهن
مباشرة يربط هذا المعلم بهذا المعلم وينطيك العلاقة اللي بيناتهم، ونقدر من خلالها نوجد ال 3 dimension. هاي هنا طبعا دا يدور، يعني شلون العملية دا تكون، يعني دا يدور هنا حدد المكان، هنا هاي الاريا اللي دا يدور بها، بعدين يحدد الهدف هذا، هنا تحول الى مكان ثاني، وهنا همنا شلون شنو العلاقة اللي بين هذه وهذه، اللي هي شنو شو يمثلها، نقول احنا مثلها سنتر الصورة. نفس الحالة هنا، هذا اللي هو ده نحكي عليها، نقطة تظهر هنا تظهر بهذا الشكل، هذه هي ده نحكي على نقطة A بالصورة الأولى، وهذه هي A برايم بالنسبة للصورة الثانية، وهذه هي B الأرض. هنا اكو عناصر اللي هي الكاميرا كاليبريشن انتيرير اورينتيشن بارامتر، عناصر التدوير الداخلي، وهنا جيو ريفرنسينج اللي هي الاكستيرير اورينتيشن بارامتر. سناخذها هذه ناخذها بالتفصيل، يعني بالتفصيل الممل، هذه كل الشغلات هاي اللي بدنا نحكي عليها تكون بالنسبه لي في وقتها تكون كل شيء واضح. اخر شيء اللي هو هذا الفصل 11 اللي هو ديجيتال اورثو فوتو جنريشن، اللي هو شلون راح نحول الفوتو اللي هي هاي اللي الصوره اللي بدنا ناخذها نحولها الى اورثو فوتو، بحيث انه سنشوف انه اكو اختلاف بين الصوره والخارطه، شلون اقدر احول هذه الصوره اسويها بطريقه تشبه الخارطه، بحيث انا اقدر استفاد من عندها كخارطه، اللي هي من راح نجي همنا ان شاء الله راح نسوي ترانسفورميشن ونسوي انتربوليشن وريكتيفيكيشن، هذا هسه تكون مفهوم بالنسبه لنا كلها بنهايه الكورس. هذه هنا اللي بدنا نحكي عليها البرسبكتيف ايمج، هاي الصوره العاديه اللي ما بيها شيء، يعني نشوف انه الصوره العاديه طبعا مثلا اذا بدنا نحكي على هاي البنايه فنبين القمه مالتها ومبين القعر، نفس الحاله همينة مبين القمه مالتها والقعر، اي شيء يظهر بالصوره ده يظهر بهذا الشكل. اي هو هذا اللي ناتج النهائي مال الترو اور فولس. لو انا مباوع هنا نرجع على هذه، شوف هنا كان عندي هنا القمه والقعر نفس الحاله كلهن، بس من جيت على الترو اور فولس شوف كلها اللغات، يعني هو هذا اللي نريده احنا بالنهايه. صحيح هو اكو اماكن لو مباوع عليها صارت سوداء، يعني هسه هذه اماكن هذه مباوع عليها صارت سوداء، هنا كانت ما موجوده، بعدين ورا الاورثو فوتو صارت بها فراغ، بس بالمحصله هو انا اللي اريده هو شنو المعالم اللي دا تظهر بالصوره، وشون اقدر احول هاي الصوره احولها الى ماب، هذا هو اللي اريده بالنهايه نوصل. هذا هنا هذا اللي هو اللي النهايه عندي، اول شابتر اللي انا راح نحكي به هو انترودكشن، مقدمه عامه عن هذا الموضوع، بعدين الشابتر الثاني والثالث راح نشوف شلون الداتا اكوزيشن، يعني احنا شلون نقدر نحصل الداتا، يعني شلون نقدر نصور، راح نجي نركز عليها، ومن فصل 4 الى فصل 11 دارت هاي البيانات شنو نقدر نستفاد من عندها، ها راح نجي نحكيها من الفصل الرابع الى الفصل 11، تحكي على وحده وحده بالضبط. هنا انا خلصت المحاضره مالتي اليوم وياكم، هسه اريد اشوف اكو احد عنده في السؤال، لاصت افتهمنا شيء، لو احكي هواي يعني بارك الله بك دكتور ما قصرت. راح اوقف دكتور الشرع روعه، راح اوقف التسجيل مالتي حتى لانه بعد ما له معنى.